وصل للمكان اللي اول سيطره اللي بيها الشهيد عبد الامير اللي هو بالشرطه العراقيه. فلزمه رادي ما يخلي يدخل على مكان الانتخاب، يعني حضنه، هو حضنه وفجر نفسه ويا الشرطي اللي موجود. فيعني هذا يعتبر كعمل بطولي، يعني صار درع عن الباقين، هو عن كل اللي يفوتون ينتخبون، كل اللي موجودين. فضحى بنفسه من اجل هالشغله هاي، يعني هاي كمواطنة كريمة هاي تعتبر، وهاي يعتبر كشهيد هذا من أجل الباقين. خوش البطل شجاع، دافع عن الوطن أجل الناس. بطل كل أحوال، أقول لكم بطل، ما أقدر أقول لكم أكثر.